بتفكر في ايه؟ ما بفكرش. طب جبت فلوس من رحيم؟ ليه ان شاء الله؟ اللي ليه؟ عشان مصاريف كلية البيت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، قلتلك هتصرف بس بعيد عن رحيم. وبعيد عن رحيم ليه؟ ما رحيم باين معاه فلوس قد كده. تاني ما انا قلتلك ملناش دعوة بفلوس رحيم، قلتلك هتصرف خلاص. رد يا رحيم. ايه خير؟ طب انا جاي لك حالا. سلام. قاعد ما بتعملش اي حاجه، واول ما اكلمك في التليفون انا جاي لك حالا. حنان اتمسي وقولي يا مسا وخلي ليلتك دي تعدي على خير. ماشي ماشي، يلا يا اخويا عشان تلحق تروح لرحيم، وانا ليا رب ادعيله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه، ربنا يهدك. مش هتهد. ها اتقتلت؟ وطي صوتك، احنا في الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا امينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده ازاي؟ انت متأكد انك انت ما قلتلهاش اي حاجة ايام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعا. تكونش هي اللي ورا حكاية الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب انت فتشت الشركة كويس؟ الواد اللي كان في الشركة بتاع الأمن بعد الخناقة لما جري، جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركة حتة حتة ما لقيتش حاجة، واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى أكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. أو ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. أيوة بس هي خدت ليه الورق من أصله؟ هي ما قالتليش إنها خدت الورق. هي قالت لي إنها تعرف مكان الورق اللي أنا بدور عليه. يعني ممكن المعلومة تكون جات قدامها بالصدفة. أنا زهقت. زهقت من كلمة احتمال وممكن دي. أنا عايز حاجة ملموسة أمشي وراها. أنا عايزك تهدى. إحنا لسه في أولها. وما تنساش إن اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله ما حدش عمل حاجة لغاية دلوقتي. أهو ده بقى يخلينا نقلق أكتر. دل على السلامة. ما لسه بدري يا أختي. الله يسلمك يا حاج. إيه رحيم زهقك؟ لا رحيم ما زهقنيش، أنا مزهقني أبوه وأمه عشان سايبينه كده. معلش يا حاج، والله والنبي شغل. ولما هو شغل سيبيه لأمك. أنت مش عايز تشوف حفيدك يا حاج؟ لا، إذا كان حفيدي عاوز أشوفه كل شوية. إنما مش عاوز أشوف أمه. أمه اللي دايرة على حل شعرها. هو يا بنتي تكوني فاهمة إن أنا موافق على الصرماحة اللي بتصرمحيها دي ومسميها تمثيل. عيب الكلام ده يا حاج. هتربيني ولا ايه يا بت؟ جننتي انتي ولا جننتي؟ الله، انت يا بت مش عارف تتكلم مع مين؟ انا ما اقصدش يا حاج، حقك عليا، ما تزعلش. ايوه قولي لي بقى كلمة حقك عليا، بتاكلي من تحت درسك. انت عايز ايه يا حاج كده وبالراحة؟ عايز افهمك يا بت. عاوز افهم الشغلانة اللي بتشتغليها دي. بشتغل كومبارس يا حاج. بطلع منظر ولا منظرين؟ منظرين بس. امال يا اختي لو طلعت خمس مناظر هتعملي فينا ايه؟ متريقش عليا يا حاج بدر. انا بشتغل عشان اكل ابني اللي ابوه رامينا ومستقل فينا. اه فهمت؟ ايوه فهمت، يا ريت ما فهمت. انا رايحه لامي عايزه تشوف الواد. عن اذنك يا حاج. يا حمايه. افتح يا مصعب. يا هشام كنت فين يا زميلي؟ ليك وحشة والله. لا والله، ده على اساس ان انت ما كنتش عارف ان انا اتخطفت. ورحمة امي ما نعرفوا اي حاجة غير ان المعلم ابو وردة خرب عليك الدنيا بقالي يومين انت والبضاعة.
ومش بعيد يا ناصح يكون حد من رجالته أترك وانت داخل على هنا. ما أنا جاي لك عشان موضوع البضاعة ده. البضاعة بخ. نعم أبو عمو، ده الحوار ده يطير فيه أرقام ومش هيخلص إلا بالدم. بقول لك إيه يا هشام، اللي ما تعرفش تفاديه استمتع بيه، طريقك كله مدافن. يا جدع اسمع يا جدع، أنا عايز أتصرف لي في حتة كده أديها لأبو وردة وبعد كده إحنا مع بعض نتحاسب. حتة إيه يا هشام؟ هي تذكرة ولا تذكرتين؟ دي كمية يا أخويا، يعني قابل وقعد بقى. يعني يرضيك يعني أبو وردة يعلم عليا ويطير رقبتي؟ لا ياض ما يرضينيش يو. سلامة رقبتك يا زميلي أنا هرسيك. آه. أنا عايزك يالك كني لك يومين كده في أي مكنة قبل ما حد يهتر فيك، عشان لو حد هيهتر فيك لا هنعرف نداري ولا نلم. اتكل على الله. تمام تمام يا مسعد تمام. روح يابا ربنا يحنن عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله. مالك هنا؟ مفيش يا حاج. لا في. طبيش عليا. لو في حاجة قول لي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا، دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن الكلب اللي بيدوس عليك ده وانا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج، الدنيا. سيبك انت. قال الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. أنا كنت فرحان بأول حفيد ليه يشيل اسمي. أنا مش فاهم أنت اتجوزت البنت دي ليه؟ اللي حصل بقى يا حاج، لو ابنك كمان إيه خلاها رسمي، بعد ما كان حتة عقد ممكن أقطعه دلوقتي بقت رسمي. يا ده أنا ما بتكلمش في رسمي ولا نظمي، أنا بتكلم في الجواز نفسه. الله، أنا مش فاهم رسمي إيه ونظمي إيه، وبعدين ما أنت اتجوزتها وخلفت منها، بقت مراتك غصب عن عين أبوك. أيوه يعني أعمل إيه يا حاج دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يالا، تلمها، ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تؤمرني بحاجه تاني؟
عاوز بين قلقتك ايه؟ غور غور. التكميله وجبل. فاذكروني